هذه تنزانيا في مباراة مثيرة، 5 أهداف 3 لمنتخب كينيا وهدفين لمنتخب تنزانيا، وكينيا استطاعت أن تعود في المباراة في شوطها الثاني بعد أن بدأت المباراة بشكل سيء جدا منذ الدقيقة 6 بهذه الهجمة السريعة لمنتخب تنزانيا، تسديدة في اتجاه الحارس يعيد الكرة للاعب موسوفا والذي يحرز الهدف الأول لفائدة تنزانيا، الذي ظهر بشكل مفاجئ في هذا الشوط الأول، خطأ هنا من الحارس يستغله اللاعب أولونغا في الدقة 39 ويحرز هدف التعادل لكينيا، ولكن رد عليه بسرعة المنتخب التنزاني بهذا الهدف للاعب ساماتا الذي تمكن من أخذ الكرة وسيثق في إمكانياته ويسدد أرضية بعد أن شاهد أن الحارس كان قد خرج عن الثلاث خشبات. ينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد، هذه الركنية ملعوبة تدرس، عملية رائعة جدا واستباق للكرة من أمولو والتمريرة كانت من ماسيكا في الدقيقة 62، هدفان لمثلهما، وفي الدقيقة 80 نجم المباراة رجل المباراة أولونغا يتمكن من إحراز الهدف الثالث الذي أعطى 3 نقاط في غاية الأهمية لمنتخب كينيا بهذه التسديدة الأرضية من أولونغا الذي سجل هدفين في هذه المباراة. طبعا بعد الفوز على السنغال الجزائر في المركز الأول ب6 نقاط مؤهل إلى الدور القادم، السنغال ب3 نقاط وكينيا ب3 نقاط وتنزانيا تودع البطولة ب0 نقطة على اعتبار مبكرا بالطبع أن كينيا يملك حظ أن يمر من خلال المراكز الثالثة، أحسن 4 منتخبات محتلة للمركز الثالث لتتأهل للدور ثمن النهائي بالإضافة إلى الأول والثاني عن كل مجموعة من المجموعات الست. 5 أهداف كابتن نادر في هذا الشوط في هذه المباراة، 3 في الشوط الأول، 2 هدف. كينيا أعطانا شخصية أخرى، أعطانا قوة على أن يعود في المباراة، عاد بهدف لهدف ثم عاد تنزانيا وفي نهاية المطاف ليس فقط بتعادل ولكن